السلام عليكم، معاكم سنيلي سعيد. لو أول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديدة أول بأول، ولو متابعني اعمل لايك للفيديو اعمل شير. بفرح جدا بالكومنتس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو. أولا عمدي راسي سعيد إن شاء الله عليكم. النهاردة إن شاء الله زي ما قلت لكم أنا هكمل معاكم منهج ميدل الإعدادية، تمام؟ وده المنهج الإضافي بقى، بس ده بتاع إدارة المنتزهة، اسمه لينك. المنهج الإضافي اسمه لينك زي الفوت كده. الأول دلوقتي بقى لينك، في إعدادي بقى لينك، تمام؟ طيب الكتب المعروضة كتير قوي اللي بتشرح المنهج ده، في المنار، في المحور، في إكسلنس، وكلهم حلوين وكلهم زي بعض، يعني هو المحتوى واحد. فأنا هشرح من المنار مبدئيا. يعني اليونت بتاعي بعنوان My Family اللي هي أسرتي أو عيلتي، تمام؟ بصوا بقى معايا، بادئ هنا بالايه، بالفوكابس بتاعتنا. فمقسم لي الفاميلي لميل وفيميل زي ما اخذنا قبل كده في المنهج الحكومي اللي هو نيو هالو. اليونت غالبا هو قريب منه، يعني ميل اللي هي ذكور وفيميل اناث. فهنا بيقول لي مين الكلمه اللي ما تنفعش تبقى غير بس ميل، فجراند فاذر، فاذر، انكل، براذر، نيفيو. البي اتش هنا منطوقه ف، نيفيو، ونيفيو اللي هو ابن الاخ او ابن الاخت، كازن، تمام. طب والفيميل؟ قال لي grandmother، mother، aunt، sister، niece. niece يعني بنت الأخ أو بنت الأخت، لو عندك ابن أختك أو بنت أختك، تمام؟ niece. وcousin بتمشي ولد وبنت، تمام؟ يبقى هما كلمتين الجداد nephew وniece، nephew وniece. وبعدين عندي بعض الكلمات، فبيقولي married to، متزوج من شخص، تمام؟ فأقول لك مثلا I am married to محمد. find out يعني اكتشف، glad بتساوي happy، الاثنين سعيد، بي pen friend بتساوي keeper، والاثنين pal يعني صديق المراسلة keeper pal. sound يبدو، unusual بتساوي abnormal. together parents، share، argue، different kinds، makeup، mustache اللي هو شارب، mustache شنب يعني، blonde اللي هو الشعر لونه أشقر، pretty و listen to. هنا بقى أعطيني جزء reading، فبيقول لي dear Julie اسمها كده، thanks، بعت لها الجواب، فبتقول لها thanks for your letter، بشكرك على جوابك. I'm glad we are going to be pen friends، أنا مبسوطة إن إحنا هنبقى pen friends، أصدقاء مراسلة. your family sounds great، عيلتك تبدو رائعة. My family is unusual، عيلتي بقى أنا غريبة. Because علشان we all live together، كلنا عايشين مع بعض. My grandmother بتعدلها بقى، My grandfather، My parents تيتا وجد وبابا وماما، My brothers Peter، Arthur، Colin and Douglas، اخواتها التلاتة الأربعة دول الولاد، My sister إليني، Uncle David وعمها كمان David، Aunt Mary وكمان خالتها Mary، and my cousin Gemma وكمان بنت خالتها أو بنت عمتها Gemma. We live كل دول in a big house، بتقول we live in a big house in Bradford، عايشين في بيت كبير في Bradford. It has got 5 bedrooms، البيت ده فيه 5 أوض نوم. My brothers اخواتي الصبيان share a bedroom، بيشتركوا أو بيشاركوا بعض في أوضة واحدة بتاعت نوم. and they argue all the time، بيتجادلوا طول الوقت. because they all like different kinds of music، كلهم كل واحد فيهم بيحب نوع مختلف من الموسيقى. I share my bedroom with Eleni and Gemma، أنا بقى بشارك أوضة نومي مع Eleni اللي هي عمتها أو خالتها، and Gemma وبنتها. Gemma uses my makeup، جيما بقى بتلعب في المكياج بتاعها، my makeup، and إليني sometimes makes a mess، وكمان إليني بتعمل فوضى، بتسبب الفوضى. my brothers have all got brown hair، اخواتي كلهم عندهم شعر بني، and brown eyes وعينين بني. I have got red hair، انا بقى شعري احمر like my mom، زي مامتي، and green eyes وعينيا خضرة. my dad has got black hair، بابا شعره اسود، blue eyes عينين زرقاء، and a big black mustache، وشنب اسود كبير. إليني is the baby of the family، رحت فين؟ اهي إليني، ده إليني هي البنت. إليني is the baby of the family، هي الطفلة اللي في العيلة. she has got big blue eyes، عينيها كبيرة وزرقة، and blonde hair وشعر أشقر. she is very pretty، هي جميلة.
My hobbies are listening to music. هواياتي بقى listening to music إن أنا أسمع موسيقى and reading وأقرأ أو بحب القراية. Please write back soon. اكتبي لي قريب and tell me your news. وقولي لي أخبارك. Best wishes, Paula. وقالت لها اسمها أمنياتي ليكي بولا. وده جزء الريدينج بتاعنا. نيجي لهنا. أعطيني بعض الدفينيشنز, بعض التعريفات. فبيقول لي glad, happy, unusual يعني different from normal, عكس normal يعني اللي هو غير عادي. Share, use something that other people you also use. أستخدم حاجات الناس كمان بتستخدمها. Argue, disagree. هي كلمة argue يعني يجادل, بس يجادل شوية بغضب شوية أو بصوت عالي يعني. Disagree يعني تختلف with someone in an angry way, بطريقة angry غاضبة. Mustache اللي هو الhair that grows under a man's nose, الشعر اللي بينمو تحت أنف الرجل اللي هو المستاش الشنب. Hobbies, things you do in your free time, الحاجات اللي إيه اللي بتعملها في وقت فراغك اللي هي الهوايات. بعدين برضو عطيني vocabs جديدة فبيقول لي beard, دي beard, beard يعني لحية دقن. Curly, curly شعر الملولو. Glasses, glasses نظارة. Go out يخرج, twins, cafe, puzzle. Fair اللي هو اللون الأشقر زي blonde. Straight, gh silent, straight يعني شعر المفروض. Where يرتدي, free time هي spare time. ما احنا دلوقتي لازم نعرف السينونيم من كل كلمة أو الانتونيم لو فيه عكس أو مرادف. Spend, each other, fun, borrow وعكسها lend. Bold, بتتنطق bold يعني أصلع. وكمان أعطاني كلمة conversation, conversation اللي هو الحوار. وفلات شقة. وفايرمان رجل إطفاء. Imagine يتخيل. وgrow ينمو أو يكبر. وعطيني wedding anniversary. Wedding anniversary اللي هي الذكرى الزفاف اللي هو كل سنة بيعملوا حفلة عيد جوازهم يعني اسمها wedding anniversary. تمام. وفي كلمة make, الverb make بيجي مع make a mess يعني يعمل فوضى. Make a difference يعمل فرق. Make a mistake يغلط. Make progress يحرز تقدم. وعندي tell a story يحكي قصة. Tell a lie أو lies يكذب. وtell the truth يقول الحقيقة. وفي هنا partner, weekend, spend, everyone, everybody. الجزء ده بيتكلم فيه عن الأرقام اللي هي التسلسلية اللي هي the first, the second, the third, الأول, الثاني, الثالث. تمام. فدايما بيحط مع first بحط جنب الواحد ST اللي هي اختصار first. تمام. فدي بتيجي مع مين؟ مع رقم واحد, مع 21 21st أو مع 31 31st. دول التلاتة بس اللي بيجي معهم. 11 لأ بتقال 11th. طيب second قال يعني التاني, ودي بتيجي مع second الرقم 2 أو 22nd التاني والعشرين أو 32nd التاني والتلاتين. طب third باخد ال RD بحطها جنب التلاتة كده جنب 3 وأقول third, 23rd, 33rd التالت والتلاتين, التالت والعشرين, الثالث. fourth بتتحط جنب الفور أو 24th أو 34th. طبعا 44th, 54th زي ما انت عايز يعني. 20th اللي هي بنحط جنب العشرين th, و 30th بنحط جنب التلاتين th. تمام كده. نكمل اليونت. الجزء ده برضو عطي بعض الفوكابس. فبقولي describe, describe يعني يوصف. description, description يعني الوصف. look like يشبه. in general أو generally بشكل عام. sports score وبتتقال كده sports score. stay at أو stay in. هو هنا كتبها لك حتى شريحة. يقيم في مكان صغير فحطينا at, مكان كبير فحطينا in. agree with, agree with شخص يعني أنا مثلا agree with محمد يعني أنا متفقة مع محمد. agree to حاجة يعني أنا agree to the challenge, أنا مثلا موافقة على التحدي. أو agree to the أي حاجة, موافقة على إن أنا أعمل الحاجة دي أو على الحاجة دي. تمام. طيب هو هنا طالب منك تتكلم عن حد فبيقولي عطيني outline أهو. فبيقولي إيه, say who your favorite uncle أو aunt. لو أنت هتكتب الباراجراف ده عن شخص أنت بتحبه فبيقولك مثلا قول مين المفضل عندك uncle أو aunt. describe what he أو she looks like, اوصف شكلهم. say something about him أو her, اتكلم عن الشخص ده يعني مثلا age, العمر, الhouse اللي عايش فيه, extra وهكذا. say how you spend your time together, قولنا بتقضوا وقتكوا ازاي مع بعض. واعطيني هنا an example. فبيقولي إيه, my favorite aunt عمتي المفضلة. my mother's sister Olivia
أخت مامته اسمها أوليفيا. Is my favorite aunt. هي خالتي المفضلة. Some people say that we look like sisters. في ناس بتقول إن إحنا شبه الإخوات. Because she has got long dark hair. عندها شعر طويل أسود. And brown eyes too. وعينين بني هي أيضا. أيضا يعني زيها. She is 10 years younger than my mother. هي أصغر من ماما بعشر سنين. And she isn't married. مش متجوزة. She lives in a big flat. بتعيش في شقة كبيرة. In the city في المدينة. And she drives a red sports car. عربية رياضية حمراء. When I stay at her house. لما بقعد في بيتها. I always have a good time. دايما بقضي وقت ممتع. We watch videos. بنتفرج على فيديوهات. Or go to the cinema together. أو بنروح السينما مع بعض. وعطيني بقى بعض الكلمات هنا. فبيقولي make a mess زي ما قلتلكو يعني بيعمل فوضى. Find out اكتشف. Look like يشبه. Make up. Free time. Sports score. Each other. Only child. لما يبقى الطفل وحيد ما عندوش اخوات فبيتقال عليه only child. تمام. وهنا برضو عطاني married to. Married to يعني متزوج من. يعني مثلا اقولك I am married to محمد او احمد مثلا. انما لما اقول أنا متجوز ومعايا أطفال فأقولك I'm married with three children مثلا. معايا أنا متجوز ومعايا ثلاث أطفال. تمام. وعكس كلمة married متجوز يعني single أعزب. يبقى married عكسها single. الأنتونيم من married single. Single يعني أعزب. Fill in يملى. Fill up. وطبعا دي دايما بيجي مع كلمة form. Fill in a form. Fill in a form يعني يملى استمارة. Fill up يملى حاجة مثلا. يملى مية. يملى كده. Listen to. Different from. Disagree with. Stay at. Stay in قلناها. In general قلناها. Thanks for. بيشكر حد على حاجة. إنما لما أقول thanks to يا معناها بفضل شخص. يعني مثلا أنا نجحت thanks to Mr. كذا أو Mrs. كذا. Kind of نوع من. Share in. Share with. In an angry way. Work with. Spend time with. أو spend money on. أو say something about حاجة. تقول حاجة عن حاجة. تمام. وده كان الجزء بتاع الفوكابس. تعالوا ناخد بقى الجزء الجرامر. هنا عطيني verb to be و verb to have. فبيقولي verb to be اللي هو am و is و are في present وفي past. Was و were في past participle. هي بتبقى been. تمام. بستخدم verb to be امتى؟ قالي لما اكون بتكلم عن job وظيفة. nationality جنسية. relationship علاقة. Or name مثلا. يعني لما أقول I am إيهاب مثلا. I am إيهاب. طب I am هنا am دي جوارها اسم. طيب لو بتكلم عن relationship مثلا فأقول she is my mother. أهي she is my mother. بتكلم عن nationality فحقول my cousins are Spanish. أسبانيين. بتكلم عن job أهي my brother is a teacher أو I am a teacher. فبستخدم دايما verb to be لما بتكلم عن الحاجات دي. ايه كمان؟ قالي ممكن استخدمها لما اجي اوصف الناس. يعني مثلا اقول لك ايه he is tall, she is fat, they are happy. ادي صفات للpeople, للpeople, للanimals, للthings وهكذا. تمام؟ طيب عايزه انفيها هيبقى am is are. هتبقى am not is not are not. فقول he isn't good at English او we aren't native speakers. احنا مش بنتكلم مش متحدثين نيتيف. ولو حسأل بام و is و are هيبقى السؤال بتاعي معناه هل. ولما اجي اجاوب هجاوب yes او no. فار يو بتتحول في الاجابه لياس اي ام او نو اي ام نوت. ماشي. و is هسأل بايز هجاوب بايز. is she هيبقى yes she is no she isn't. is he هيبقى yes he is no he isn't وهكذا. طيب have got و has got. قالي have بتيجي مع are you we they او plural noun وhas بتيجي مع he وshe وit او singular noun او المفرد. هنا الجمع يعني وهنا المفرد. طبعا have لو جمعها got يبقى احنا كده بنتكلم في present perfect اللي هو present perfect. تمام. زمن present perfect. انما لو جت have من غير got وما جاش وراها يعني فعل في past participle يبقى انا كده في present simple. يعني I have a car. ماشي. I have a house. كده دي present simple. انما have got present perfect. طيب وكلمة have got أو has got قالي معناها possess يمتلك own. تمام. أو ما هي دي كلهم معناهم have أو has. possess يعني يمتلك وown يعني يمتلك وhave وhas يعني يمتلك. تمام. طيب
انا عايزه اقول مثلا ايه، هقول I have got a car أو I have got a TV in my room، عندي في أوضتي تلفزيون. Our house has got three bedrooms، بيتنا في ثلاث أوض نوم. تمام. المهم لو هنا مفرد هيبقى has، ولو هنا جمع هيبقى have. وطبعا I you we they بياخدوا have، وhe وshe وit بياخدوا has. تمام. طيب يبقى أنا بتكلم عن have و has لما أكون أحب عايز أتكلم عن حاجة بملكها. تمام. belongs to حد، يبقى أنا عندي كلمة possess، يمتلك، own يمتلك، belongs to يا إيه يمتلك، أو الحاجة دي بتخص حد. خلاص. طيب فأقول لك إيه، has your sister got a new car، هل عندها عربية جديدة؟ فأقول yes she has أو no she hasn't، وأجاوب إجابة مختصرة يا جماعة، مش لازم تبقى إجابة كاملة. طيب ممكن أستخدم have got و has got في إيه كمان؟ قال لي to describe people، أو لما أجي أوصف البني أدمين أو الحيوانات أو كده. فأقول لك إيه، Mr. Smith hasn't got a beard، ما عندوش لحية. أو Joshua's dog have got a red ball، عنده كورة حمرة، وهكذا. حاجة فيها هتبقى hasn't got أو haven't got. خلاص. فيقول لك I haven't got any money أو he hasn't got a car. ولو حسأل بهاف وهاز قلنا هنجاوب بيس أو بنو. أهي have you got؟ Yes I have. No I haven't. Has she got؟ Yes she has. No she hasn't. تمام. طيب وفي هنا جزء اهو انا مزوداه، بيقول both of them are وneither او neither of them is. both of them يعني كلاهما، ودي بتتعامل على انها جمع، فاقول are. طب لو هحط verb هيبقى infinitive، يعني بقول لك مثلا both of them like fish، او both of them are funny، الاثنين مضحكين او الاثنين بيحبوا كذا. طب neither او neither of them قال لي تتعامل عنها مفرد، فحط is، فأقول لك neither of them is happy، ولا ده فرحان ولا ده فرحان. أو neither of them likes fish، ولا ده بيحب السمك ولا ده بيحب السمك. تمام. ودي موجودة أصلك مشروحة في أسئلة المحور، فأنا حبيت أوضحها. هنا بيتكلم عن present simple، أظن أنا هريتكو present simple، استحملونا بقى. present simple بيتكون I, you, we, they ومصدر الverb infinitive أو اسم جمع، أو he و she و it والverb هنزود له s e s i e s، أو اسمه مفرد وهيتزود مع الverb s e s i e s. تمام. قالي بستخدمه ليه؟ لما أكون بتكلم عن ال true، حاجات حقائق، ماشي، أكون بتكلم عن حقائق علمية أو laws، قوانين، حقائق علمية، حقائق طبيعية، وهكذا. يعني بصوا بيقولي إيه، my uncle drives a BMW. BMW طيب دي حقيقة، مش هصحى بكرة لقي غير مثلا العربية بقت حاجة تانية. تمام. هنا بيقولي water freezes at zero degree، طب ما ده برضو حقيقة، المية بتتجمد عند درجة حرارة صفر. تمام. مش النهاردة عند صفر وبكرة عند اتنين وبقى امبارح عند تلاتة، لا. طيب بيقولي بستخدم كمان present simple لما أكون بتكلم عن التايم تيبل، هو الجدول المدرسة، ماشي، أو repeated action، الأحداث المتكررة، العادات اللي أنا بعملها كل يوم. تمام. our routine بوجه عام يعني، فيقول لك the plane takes off بتنطلق at 8 o'clock أو he goes to school every day. طيب أنا قلت هنا بحط s e s i e s، أنا دايما بحط s، أمال إمتى بزود ال e s؟ قال لي ده الكلام ده لما يبقى ال subject بتاعي، الفعل بتاعي he أو she أو it. طيب إمتى بقى زود e s؟ قال لي لو الverb بتاعي أخره s s h c h o أو x بزود e s. طب امتى بزود اي اي اس؟ قال لي لما ينتهي الفيرب بتاعي بواي، بس المهم قبل الواي حرف كونسوننت ساكن مش فاول. تمام. طول ما هو في واي وقبلها كونسوننت بحذف الواي واحط اي اي اس، يعني carry carries، study studies. انما نفترض ان هو اخر واي وقبله فاول، ساعتها اهي اهي بص واي وقبلها فاول، هتحط اس عادي، هعتبره زي الافعال اللي بحط لها اس عادي. مين بقى التايم ووردز بتاعتنا؟ قال لي كلمة always، usually، often، وبتتنطق often أو often، sometimes، never، rarely، hardly، every، وevery لازم يجي معها مدة، scarcely، seldom، rarely، كل ده معناه نادرا، التلاتة دول معناهم نادرا. تمام. طيب بحطهم فين بقى دول في الجملة؟ بيحطهم بعد السبجكت، بعد الفاعل على طول، ما عدا طبعا every في أول في آخر الجملة. تمام. فاقول لك my mother always، حطها فين بعد الفعل بتاعي؟ هو my mother always و goes، عشان mother she يبقى goes، حطينا yes. تمام. طب افرض الجملة فيها am و is و are،
طبعا هنا present simple برضو لان هنا ما فيش verb في اخره ing, كنا بقينا present continuous. انما طول ما هي is جاي وراها مثلا noun او صفة او adjective يبقى احنا في present simple, فنقول my cousin is never at home, عمره ما بيكون في البيت مثلا, على طول برا. او اقول I'm never late, انا عمري ما بتأخر, او she is always busy, هي دايما مشغولة. فبتيجي فين بقى؟ قالي لو في am و is و are في الجملة هنحطهم بعد am و is و are. تمام, كلمات الزمن دي بتيجي بعد الفعل في الجملة العادية. طب الجملة فيها am و is و are, قالي بعد ال am وال is وال a وال are. وكمان زود لي قالي every day, every week, every month, on Fridays, at night, once a week, twice a month, in the morning, at the weekend. كلام كتير يعني بيديك نفس المعاني. طيب بيقول لي النيجاتيف فورم بقى عايز انفي. لو عندي السبجكت بتاعي I, they, you, we هنفي ب don't واحط الانفينيتيف. لو he وشي وايت هنفي ب doesn't واحط الانفينيتيف. تمام, يبقى في don't في doesn't لازم يجي انفينيتيف ايه الفيرب انفينيتيف. ف my brother doesn't go. تمام, طيب هل ينفع اشيل don't و doesn't وانفي؟ قال لي ينفع اشيل don't و doesn't وانفي. امال هنفي بايه؟ قال لي ب never. بس انا لما اشيل don't الفيرب بيفضل زي ما هو, انما لما اشيل doesn't واحط مكانها never لازم احط s تاني في الفيرب بتاعي. يعني he doesn't study لما اجي اشيل doesn't هتبقى never. تمام, بس study تبقى studies, ما تتلخبطش في الحته دي, مهمه. طيب ينفع اسال؟ قال لي ممكن اسال بدو او بدوز. اسال بدو او بدوز. لو سالت بدو او بدوز السؤال بتاعي معناه هل, وهجاوب yes او no اجابه مختصره. يبقى yes i do, no i don't. هسال بدوز هيبقى yes she does, اهي بيقول لي does she, he yes he does, no he doesn't. طب هسال بكلمه سؤال question word. قال لي الكويستشن وورد هيجي وراها الفعل المساعد اللي هو دو او داز, وبعدين السبجكت, بعدين الفيرب, ولازم يجي انفينيتيف لان دو وداز بيجي معهم مصدر. تمام, فبيقول لي where do you live, I live in, what does she watch, she watches, وهكذا. احنا كده اخذنا يعتبر present simple بالتفصيل. هو اليونت بفضل الله مش كبير كده, احنا كمان خلصنا اليونت. تمام, بليز اعملوا شير على قد ما تقدروا, ناس كتيره بتدور على الشرح ده مش لاقياه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو, اعمل شير, ولو مش مشترك في القناه يا جماعه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوز الجديده اللي انا بنزلها اول باول. ان شاء الله هحاول اشرح كمان منهج اداره شرق عشان نبقى غطينا اكبر قدر ممكن. حاولوا بقى ايه تشيروا الفيديو قد ما تقدروا, وبفرح جدا 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 بالكومنتس اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو. اتمنى ان اكون قدرت اساعدكم. كان معاكم ميس نيلي سعيد, السلام عليكم ورحمه الله.